السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيد. اليوم الحصة تاعنا وين الاتحاد المغربي لكرة القدم يعلن انسحابه من بطولة أمم إفريقيا للمحليين بالجزائر. رانا قلناها والنامس قلنا لكم تسمى الخبر غيبة زعما ما طلعش برك، قلنا لكم بلي ما رايحينش يجوا. المهم حنايا كيما يقول لك وين اعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن تعذر السفر المنتخب المغربي الى مدينة قسنطينة بالجزائر من اجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة الافريقية للاعبين المحليين. وقال الاتحاد المغربي في بيان له انه تعذر السفر المنتخب بسبب عدم ترخيص رحلته انطلاق من مطار الرباط في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة خطوط ملكية مغربية النقل الرسمي للمنتخبات المغربية. عندنا وين كان جدال كبير يعني راه من 27 ديسمبر، يعني من 27 ديسمبر هو جدال، كان جدال كبير. وأضاف البيان الاتحاد المغربي كان مجلس إدارة الاتحاد لكرة القدم قد أكد خلال اجتماع الذي عقده يوم 27 ديسمبر 2022 على ضرورة السفر المنتخب المغربي إلى الجزائر على متن طائرة ملكية مغربية. وأكمل البيان وكانت الاتحاد المغربي لكرة القدم قد تقدم بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باعتباره الجهاز المسؤول عن تنظيم البطولة الإفريقية للاعبين المحليين من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر خطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، وتم القبول طلب من حيث المبدأ. وقال كذلك البيان وقام الاتحاد المغربي بإشعار الكاف بمسار الرحلة المغربية وإحداثيات من أجل الحصول على ترخيص نهائي لرحلة خطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، وأوصلت جميع تحضيراتها من أجل مشاركة المنتخب في هذه المنافسة القارية، حيث أقامت تجمع تحضيري بمركب محمد السادس لكرة القدم تخلته مباراتين وديتين أمام منتخب إثيوبيا. المهم حنا دروك واختتم البيان الاتحاد المغربي وبينما كان المنتخب المغربي يستعد للتوجه إلى مدينة قسنطينة يوم 10 جونفي 2023 للمشاركة في هذه البطولة القارية التي تنطلق يوم غدا إن شاء الله 13 جونفي لم تتواصل الاتحاد المغربي لكرة القدم بترخيص نهائي لحدود يعني تحرير هذا البيان من طرف الاتحاد الافريقي لكرة القدم التوجه الى الجزائر عبر خطوط الملكية المغربية. المهم وين المنتخب المغربي ينسحب رسميا من البطولة الافريقية للمحليين بالجزائر. وأعلن الجامعة الملكية لكرة القدم رسميا عدم المشاركة بمنتخب مغربي أقل من 23 سنة في البطولة الإفريقية للاعبين المحليين التي تستضيفها الجزائر. بصح كانوا قادرين شوف يلعبوا إيفان طرو، تونس على ما تشاركش، ومصر على ما تشاركش. تونس نعقل لها شاركت لعبت كونتر علينا، وقيل 2011 قيل 2011 لعبوا كونتر علينا دومي فينال وما كاليفو، وقيل هما داوا بذاك العام ولا ما يشاركوش بالايفان 3. ديجا ايفان 3 غادي يلعبوا الناس يتحضر تاع ايفان 3 نورمال مو كيشاركوا. مصر نورمال مو كيشاركت على ما يشاركوش. ما نعرف والله ما فهمنا كاع. وتعذر على المنتخب المغربي السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من البطولة الإفريقية للاعبين المحليين والتي ستجري أطوارها بالجزائر للدفاع عن لقبها الذي أحرزه في دورتين أخيرتين.
المغرب ديت زوج خطرات، التالية ديتها زوج خطرات، وين تعذر على المنتخب تنقل لعدم ترخيص رحلة انطلاق من مطار الرباط سالا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة خطوط ملكية مغربية للمنتخبات المغربية. وأضاف البيان كان المنتخب المغربي يستعد للتوجه إلى مدينة صحة لوديس. أنا كشتالح قلت لوديس هيك عرفت بلي ما كان والو. وأشار البيان أن الهيئة الكروية المغربية لكرة القدم قد أكدت على ضرورة سفر إلى الجزائر على متن خطوط ملكية مغربية. يوقل تعديك تاع تونس، طائرة تاع تونس وكلش ولكن ما كاش من هذيك. وأوقعت القرعة كأس إفريقيا اللاعبين المحليين المنتخب المغربي في مجموعة ثالثة بجانب الأسود، بجانب السودان، مدغشقر وغانا. وتجري هذه مباريات هذه الجولة في ملعب حملاوي بمدينة قسنطينة الشهيد حملاوي. ومن المرتقب أن تعلن لجنة تنظيم بطولة شان عن إلغاء مشاركة المنتخب المغربي وخوض مباريات الجولة الثالثة بثلاث منتخبات مثل ما هو الحال في المجموعة الرابعة والخامسة. وإن وتسلط على حساب وتسلط هيئة الكاف غرامة مالية قدرها $10,000 على أي اتحاد تأخر في إرسال قائمة 23 لاعب في مدينة في مدة يعني سد ذكرها أمام. أما إذ بلغ التأخر بسبع أيام تسلط عليه العقوبة المالية ذاتها مع تقليص قائمته إلى 21 لاعب كما تنص القوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على واجب احترام جميع المنتخبات المشاركة في المنافسات القارية للمنشآت الرياضية والسياحية ولجميع المرافق المخصصة لاستضافة الدورة. وتلزم هيئة الكاف جميع الاتحادات المحلية المشاركة في منافسة الشان أو دوريات قارية أخرى بإرسال اشتراكات مشاركتها مع المراقبة أفراد بعثتها خلال جميع أيام المنافسة. المهم أنا ما أكذبش عليكم كنت باغي ميجو، ما أكذبش عليكم حاجة، أنا والله كنت باغي ميجو ما جاو شي. هذه هي الدنيا ما عندك ما ديرها، ديروش احنا ما احنا نهضروا كرة قدم، خلينا الناس هادو اللي يديروا كاين اللي الناس اللي يستغلوا هادي وفتنة ومنا وواحد يعاير في واحد واحد ما عند مهراوي. راه داك حمزة ميكاوي مسكين كان يكتب الناس كان تظل يتعاير فيه، واو لا الله يرحمه كانت الناس تظل يتعاير فيه هنا كان يكتب على ليكيب ناسيونال يقول بلي المدرب غلط منه الناس طايحة عليه يطاقوا فيه مشي مخليين له مسكين. واحد يقول له تايا غي تاع ماكله، واحد يقول له وجد رمضان، واحد يقول له من، واحد يقول له من، الله فعاري وراحي راه مات بنادم يروح يدير الفتنه هذه ربي يحاسبه الان. المهم كاين قضيات، كاين الناس بيناتهم، كاين دوله بيناتهم. قعدت نهار اللي بغاو يفتحوا الحدود ما شاوروني انا ما شاوروك انت، بغاو يبلعوا الحدود ما شاوروك ما شاوروني، بغاو يغرقوا الدبلوماسيه ما شاوروك ما شاوروني. حاجه اللي عالم بها غير هما اللي عالمين بها. حنايا نهضروا كره قدم ملي الله يسهل بنادم ماش عارف واش غادي يصرى له كاع يموت يا بنادم. كرهنا من خلاص انا وعد الناس كنت باغي يحضروا ما حضروش، كل واحد عنده السياده تاعه، كل واحد يحترم السياده تاعه. حنايا يعني ما بغاوش يتنازلوا والمغرب ما بغاوش يتنازلوا، هذه هي سبحان الله كل واحد ويشوف روحو كيفاش داير. كي نهضروا كيما هكا هذه هضرتنا حنايا الله غالب، انا هذه هضرتي تا انا ما بنادم ما يبغيش اهانه الروح واخد اخر فين ما يبغيش اهانه الروح. يسهل اش عملوا واحد يقول لي لا الله يسهل عليهم ما جاو شي الله يسهل عليهم، كل واحد المكانة تاعه سبحان الله. حنا غادي ينطلق كأس الشعر ما غاديش نحبسوه يا صيك مع الإعلام تاعنا صيك حاجة فاتة
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، بلي شي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتو وصحاب.